مدنيين. لما جاءت الفرصة بتاعت المدنيين الجيش قام دقوا كرارك. ده الموضوع. الشيء الثاني دي قال بنتمنى انه تكون دي اخر حرب. ما حتكون اخر حرب. ليه؟ لانه انت جيت نفس الصناعة. انت ما امبارح صنعت الدعم السريع وقف حارب معك ضد الحركات بتاع الدارفور. جيت تاني الان صنعت حركات تانية وصنعت كتائب تانية باسم الجهاد باسم المقاومة الشعبية باسم الاستنفار. يبقى انت عندك حرب مؤجلة بعد ما بعد الحرب دي ما تنتهي. وقالوا ابنائكم ابناء المكونات بتاعتكم قبل اليوم ذكروها قالوا خلونا ننتهي بس من الجنجبيل. الناس تيجي اكتبوا لي نفك الدقائق ولا نخلي اي ذول بدقائق. اكتبوا لي تيجي لانه انتم في الميوت ما بتقدروا تتكلموا لانه ده كالباش اسمه. نفكوا ولا نخليه الناس الفوق ناخذ راي الناس الفوق بالدقائق كويس. والله انا بشوف انه يكون قاعد يعني عشان اي زول ياخذ فرصته من غير مقاطعه. كمل. الله يديك العافيه. والله نحن بنحترم كل الاخوان الجول المنصه دي مع اختلافنا معهم سياسيا لكن لكم الاحترام. زي ما انا ذكرت انه الحرب دي الان عندها حرب ثانيه وراح تكون لو ما الحرب دي انتهت بحسم وبضوابط خلت الجيش ده يكون جيش واحد وجيش قومي وجيش مهني وجيش محترف. لو انتم مفتكرين انه هسه هزيمه الدعم السريع اللي هي مستحيله طبعا انت ما حتهزم الدعم السريع عسكريا ولا تحلم بالحاجه دي. لكن اذا حصل وهزمت الدعم السريع عسكريا فانت عندك عده حروب مؤجله وهيجي زمنها والشعب السوداني ده تاني حيتجرع نفس المراره بتاعت الحرب دي وحيتجرع من نفس الكاس مره ثانيه وثالثه. ليه؟ لانه انت ما عندك ساس. انت الجيش ده حاليا قاعد. ليه يكون في شعار اسمه براؤون يا رسول الله؟ ليه يكون في شعار اسمه مشتركه؟ ليه يكون في شعار اسمه مقاومه شعبيه؟ ليه الناس دي ما يجوا الجيش ويدوا نمر عسكريه؟ ناس المشتركه المانع شنو اللي بخلي هسه الليله ناس المشتركه ديل ما يدوا نمر عسكريه ويكونوا جزء من الجيش ينضموا للفرق والالويه والكتائب بتاعت الجيش؟ المانع شنو؟ ناس المقاومه الشعبيه مش انت اخوي جيت دار تحارب مع الجيش؟ انت مش جيت دار تنضم للجيش السوداني ودار تحارب؟ يا اخي خلي الجيش يديك نمر. ليه يخلوك باسم المقاومه الشعبيه يعني؟ ليه؟ عشان تموت وما يعرفوا لك حقوق؟ عشان تموت وذاته ما يعرفوا ما تضمنوا؟ ما هو دي الحاجات اللي بتخلق الحروب. انت بتاجل في حروب. الان الشيء قاعد يحصل. اخيرا الدعم السريع لما جيت كونته تكوين رسمي وجيت اديتهم نمر عسكريه واديتهم ملفات وتبعتهم لجهاز المخابرات. انت الان هسه ناسك اللي بتلملم فيهم ديل ما عندهم كيان تابعين له اصلا. ما في حاجه اسمها مقاومه شعبيه واي عمده بتاع حله ولا اي ما عارف ناظر بتاع قبيله جيب لي ناس. معلش دقيقه بس. يبقى حاليا احنا زي ما قبل شويه اخوي فيصل ده قال انه بنتمنى انه تكون دي اخر حرب. هي الحاجات دي ما بتتمني الحاجات دي بالفعل. بعدين انا بفك الدقائق وبسالك عن الانتهاكات لانه نحن برضه ابشر حبابك ايوه هسه لانه الناس الدقائق ده داري يردوا لك يعني فوقه. لا ما في مشكله جسمك بعدين عشان البنسلين يمشي. ابشر يا زول ابشر والله العظيم نحن قدوره. شوف زي ما قلت لك يا فيصل انه الحاجات دي ما بتتمني. والليله ده الجيش اذا نحن بنضمن انه المؤسسه العسكريه دي بتنع عن نفسها بعيد من السياسه وتشتغل في مهام اصلا كل المكلفه بها في انها تحمي العرض والعرض وتحمي تراب البلد دي والله نحن كلنا جيش. انا مين هسه ده قبل ما الكلام ده يحصل ذاته بقول لك جيش واحد شعب واحد. اصلا نحن عمرنا ما عندنا خلاف مع المؤسسه دي ولا شايفين انه نحن حاليا على خلاف معها لانه فاهمين والشعب السوداني كله عارف انه المؤسسه دي قرارها مختطف وانه الناس الموجودين الان على هرم المؤسسه دي بيمثلوا حزب سياسي وبيمثلوا تنظيم ارهابي بيمثلوا بلوه للشعب السوداني جات من 89. ده كل الموضوع. انا قد باقي الثواني دي ذاتها اخليها لباقي الاخوان. ما عندنا كلام ثاني نقوله وتحيه. ما في دور بقدر بفتح العناي اكل جمهورك. ما في دور بقدر بفتح الميوت ما لما الثواني دي تنتهي. فالسودان اصيل ده طبعا يمكن هو تابع للقوات المسلحه ودين من الناس اللي انسلقوا من القوات المسلحه الخاشوا للدعم السريع. فهنا برضو التقاطعات دي وسخه جدا بالمناسبه. عشان كده في متحركات ما بتنجح. عشان كده لما نقول اغير القياده ويجيب واحد ضابط ومقنع وبعد ذاك نعمل حكومه حرب نشكل حكومه حرب الكلام ده ما قاعد اقوله من فراغ.
فتحياتنا والفرصة لفلان واحد 2-0. طيب نشوف. تفضل. تفضل يا غدا النعود. تفضل. طيب غدا النعود انت. طيب انا اجيبه كده. طيب انت وقت ما تتكلم. طيب ما جاء غدا النعود جد زول ده وبعدك طوالي مباشر غدا النعود. السلام عليكم. مرحبتين استاذ احمد. نعيدها كره ثاني. انا ما اعرف اسي سودان اصيل بيتكلم المقاومه الشعبيه ومن المقاومه الشعبيه وني المقاومه الشعبيه دي مزعله ومحرقام ليه كده يعني. نمر مات الدوني نمر الدوني نمر دي واحد قصقون دول حاجه نمر واحد نمر اثنين. الكتاب اللي بتتكلم عنها دي كتبت البراء والكتائب الثانيه والكتائب الجهاديه والكلام النادر اصلا كلام من اول يوم النادر نزلت تحارب عشان البلد تحارب عشان السودان. لا دايرين رتب عسكريه لا دايرين رتب في دايرين توظيف في بنوك ولا دايرين يحرروا البلد دي من دنس الكم ودنس الجنجويد المرتزقه. ناس ديل ما دايرين من يقول لك دايرين رتب عسكريه هي سوى مقاومه شعبيه وزول مقاومه شعبيه يدور رتب عسكريه كيف؟ دي نمره واحد. نمره اثنين انت بتقول لي ما اخر الحروب. اخر الحروب حتكون الحرب دي كيف؟ كلنا احنا بعد الحرب ينتهي ما دايرين ولا نفر واحد برا منظومة الجيش. ما في زول بيرفع راسه تاني. كلام ده واضح. ما في زول بيرفع راسه. حتى المشتركة. المشتركة هي ذاتها. المشتركة هي ذاتها ما جيش. ما تكسر المشتركة ذاتها جيش. المشتركة العبرة الفاشر ده ما ده جيش. ولو مو المشتركة دي الفاشر ده ما كان سقطت. المشتركة ذات كل من ضمن الجيش. كلهم من ضمن الجيش. احمد كسلة انا اديك معلومة. الجيش السوداني ده جيش قومي غصبا عن اي جنجويدي مرتزق. الجيش السوداني ده على راسه البرهان ونايبه كباشي ونايبه ياسر عطا ونايبه ابراهيم جابر مدير الجهاز منه مدير. ما عندنا احنا قبليه في جيش. ما عندنا كلام زي ده. احنا ده جيش فيه النوباوي وفيه الشايقي وفيه الرزيقي وفيه الفوراوي وفيه كلهم فيه. يعني احنا اسي احمد كسر احنا اسي ما عندنا كلام ما عندنا شيء. يعني احنا اول حاجه دير ننظف البلد دي من الوسخ ديل. احنا ما عندنا حاجه اسي. بعد ذاك احنا نيجي نعمل اصلاحاتنا ونعمل نشوف نعمل شنو والمشتركه حيكون وضعها كيف في الجيش والباقي الناس اللي شاركت مع الجيش واللي يخش الجيش واللي يخش الامن واللي يخش الشرطه. دي حاجه ثانيه. يعني احنا اسي همنا الاول والاخير الدنس بتاع الجنجويد المغتصبين القتل الفيره ديل. ديل احنا بعد ما ننتهي منهم ما عندنا احنا. شوف انا الليله ده انا شرقاوي من الفاشر. معلش بس دقيقه. انا شرقاوي من الفاشر يا احمد كسله. انا شرقاوي من 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 الفاشر. شرقاوي من نياله. انا شرق انا ما عندي. انا شرقاوي من بورسو. انا شرقاوي من اي حته. احنا سودانيين. احنا ما عندنا قبليه. القبليه دي احمد كسله عرفنا عند الحيوان دي اسمه حميد كده. القبليه عرفنا عند الرزيقات الرزيقات ماسكين الدعم السريع. دي القبليه احنا عرفناها. ما دي القبلية الحقيقية. احنا ما عندنا قبلية في الجيش. القبلية احنا بنتكلم بعقل ولا سائل. القبلية اللي حميدتي واخوه والجوني مدير الاستثمار ونايب القوة عبد الرحيم ورئيس القوة حميدتي ورئيس. معقولة يا اخي؟ وريني احمد كسل اللواء من الدعم السريع ده لسه ما ماهر ولا ما رزيقي. بيع عبد الله جمعة في الجنينة ده الناس قايلين انه اكبر رزيقي. دي القبلية الحقيقية يا احمد كسل. يعني دارين الجيش ده نهايه من الارض. احنا وشوف يا احمد كسل انا اديك معلومه. احنا ما بنحارب قبيله. احنا المجرم ما عنده قبيله. لكن اقسم بالرفع السبب لا عمد. احنا حنضرب ضرب ونحرق حريق. والله ان قعد الموضوع ده 200 سنه والله 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 اللي حصل من الدعم السريع للحراير والسرقه والنهب اقسم بالرفع السبب لعمل. ان احنا حننتهي منهم. ان احنا ما حنقصد قبيله الا تقول قبيله انا برع التمرد انا برع الدعم السريع. ده بعد يحكم مشكلتنا مع القبيله. احنا ما عندنا مشكله مع اي قبيله. احنا ما عندنا مشكله مع قبيله. كل القبائل فوق راسنا زي ما تقول. يعني ما حدا في طاوله التفاوض ما تقعدوا معه؟ تفاوض؟ خلي راجل يمشي يتفاوض معه. تفاوض منه؟ يتفاوض مع منه عشان شنو؟ خلوا حي يتفاوض عليه احمد كسل. الناس اللي طيب ما عندنا حي ها؟ البرهان لو يتفاوض معهم كيف؟ لا البرهان ما يتفاوض. البرهان لو دار يتفاوض كان يتفاوض. البرهان فاوض عشان شنو؟ ما في حي اسمه يا احمد كسله. ما في حي اسمه نفترض البرهان اذا تفاوض. البرهان ما بيتفاوض. البرهان ذول جيش ما بذول لابس الميري بتاع الجيش بيتفاوض مع القتله ذيل. البرهان هو البرهان تفاوض. هو البرهان ما ابو ذول غدره.
البرهان اول زول حاصره، البرهان اول زول ضربوا بيته. برهان ده لو ما رب العباد ده في السبب فوق نجاه وكان بيطلع يتفاوض. البرهان ده اخر سودان يتفاوض. شوف يا احمد كسلة، ان احنا مع الجيش ده والله غلبا وغالبا، والله يؤكد لك في اخر الثواني دي والله حنضرب المرتزقه دي الضرب في الواحد في الراكوب حنبلو. اول حاجه يا احمد كسله، طبعا ما في عداله لانه الزول ده يتكلم مرتين، وهي كانت دي فرصتي انا، واديت سوداني اصيل عشان يوضح للزول لك، فانت قمت عملتها تايم. ده واحد. اثنين، انا بطالب من كل الشعب الموجود هنا كلمه مشتركه فوق، وقوات الشعب المسلحه فوق، الاثنين جيش فوق مشتركه فوق. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والكذب طبعا والنفاق. انا هسي ارد لشنو ولا اخلي شنو؟ خلينا نخش طوالي في الموضوع. الزول ده قال لك ما عندنا مشكله مع الجنود، واديني بس ضابط واحد برتبه بتاعت لواء فلولي مسكوه قالوا له قول ميع، ولا مسكوه قال له قول يا قول واي يا رضا القلعه الحقيني، اديني واحد. طبعا هم ما عندهم مشكله مع الجنود، ما طبعا هم ديل ما جنجويت اغبى اغبياء الكوكب، بيمسكوا الجنود اللي هم ما عندهم معهم مشكله، وبقولوا لهم قولوا ميع وقولوا واي. وبجيت زول، طبعا انا كان داري يجيني زول من الدقله، طبعا طالما جاني انه هو زول زي كده وسوداني ذاته، لكن بس اغرته القروش مشى الدعم السريع ده، انا ما عندي اشكاليه في ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت قلت ما عندك مشكله مع الجيش والجنود ديل اخوانك واصحابك وفردك، في زول بمسك جندي بعذبه وبقول له يا ند القلعه قول يا ند القلعه الحقيني قولي واي. الكلام ده في حركات الكفاح المسلح وفي الثوره بتاعت السودان، ده مين دكتور جون جران؟ ليهم الليلة ما حصل إلا مع الجنجويد وعرب الشتات، إلا مع الجنجويد وعرب الشتات. دل لما جو مسكوا الجندي قالوا له قول واي أنا ضلقلع الحقيني، قالوا له قول ميع، قالوا له قول ما أعرف لك أنا فلولي، قالوا له قول كده. ده مسكوا في الجنود، وطبعا هم الجنود ما عندهم مع مشكلة، هم مشكلتهم مع الفلول. كويس، مشوا عملوا ما عملوا في الجنينة وعاسوا ما عاسوا في نيالة، وبقول لك إحنا ما عندنا مشكلة مع الجنود، مشكلتنا ان احنا مع الفلول. وده هسي بجيك بقول لك قال ما في اي حركه للجيش، تعال اديني بس هسي اتصل لاي جنجويدي بقال وري الخرطوم ولا اي زول، خليه يسجل فيديو، مش سجل فيديو، خليه يطلع يتكلم لنا في كوبري الحديد، كوبري الحديد، خليه يطلع من بنك السودان، بنك السودان من مقرن النيلين، جيب بقال خليه هسي يمشي مقرن النيلين. طبعا انت بتتوهموا للشعب السوداني وبتخش، طبعا انت بتخش الشعب السوداني، انت بتخش التشاديين والنيجرين والماليين، بتقول لهم السوق العربي ما مسكوه. السوق العربي ده كبير، السوق العربي ده اكثر من 9 كيلو كيلو متر مربع. كويس، الجيش السوداني هسي كلامي وكلامك ده من كوبري الحديد، في اول حاجه في بنك السودان، بنك السودان ده الجنجويد كسروه، وكلكم شفتوا صور الجنجويد وهم داخل بنك السودان ومقرن النيلين والقسم الشمالي ومن ذاك كله جامعة النيلين. هسي بس خلي بقال ولا أي جنجويدي يمشي هناك وطوالي يطلع لنا فيديو ويذكر فوق اسم زول من الناس الموجودين في اللايف، ما ممكن يقول اسمي أنا. ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة والمهمة، الليلة أمشي أنت يا فلنقاي، أنت يا فلنقاي بتاع الدقلة، امشي جيب لي سروال بتاعت انقرون الادتر المتحرك ماشي اتجاه غربي ده، ماشي اتجاه داش جنوب دارفور، امشي قول لي انقرون دي تلحق لباسها تشيله. كويس، لانه الفلنجا بيرسلوكم انت تمشي للباس. ودي النقطه الاخيره لانه الزمن ما بسمح يا اخي، يعني احنا اول امبارح عملنا مبادله بتاعت اسره ما بين جوافه وما بين صالح ولا اسمه منو الجنجويد ذاك، جو مرقوا بيك كبارهم، مرقوا بقول الحمد لله وحررناه وبضربوا زخيرة، حررتوا من منيا أولاد أبا، عملنا عملية بتاعت مبادلة عشان تعرف الجنجويد مفتش لهم لانتصارات وهمية، ومفتش لهم كلام وهمي، دارين يرفضوا الروح المعنوية بالنسبة للمرتزقة. طبعا أولاد البلد عارفين الكلام ده، أولاد البلد عارفين. الليلة بحري فوق جيش، بحري فيها جيش كويس وفيها قوات مشتركة. شوف المنطقة الوحيدة اللي أنا بلوم فوقها كل الإعلام بتاع الجيش إنه توتي، ما من المفترض تقوله كده لأنه كشفت مواقع الجيش في توتي، الكلام ده ما تقوله، ده خطأ من الجيش اللي عمله. اثنين، شارع السيد عبد الرحمن ده خطأ، الكلام ده مرقوا الناس الداعمين للجيش قالوا، والكلام ده ما صحيح، وأنا بعاتب فوقه الإعلام المزيف بتاع الجيش، الناس اللي بدعموا الجيش بأبوي وأبوك وأخوي وأخوك. الحق بتقال انه الجيش دخل السوق العربي، الجيش عبر الكوبري بتاع الحديد،
الجيش عبر كبر الحلفايه اديني خلي الفلنجاي ده يفتح فيديو. انا هسه وصلت البيت الحمد لله بفتح الفيديو خليه يتصل لاي جنجويدي وانا بتصل لاي جياشي وهسه خليه يطلع لنا المواقع الموجودين فيها. بلاش كذب. انا هنا طبعا لا دارين نكذب ولا نسوي. قوم يا عاطل تحياتي لك. نصر الدين الدور عليك وبعد ده بفك ال بفك ال طيب تحياتنا تحياتنا شباب كلهم الشباب اللي موجودين بخلاف الاخ سوداني لا تحيه للجنجويد. اول حاجه سوداني اصيل